أهلا بكم، معكم دكتور محمد أنديل، مدرس في طب أسنان عين شمس قسم البايو ماتيريالز. النهاردة هنكمل مع بعض الميتالرجي، الجزء الثاني من الميتالرجي أو علم المعادن. هنتكلم النهاردة على الألويز، وهنقول يعني إيه ألوي. الألوي ديت is a combination of two or more metals which are soluble in the molten condition. يعني إيه؟ احنا لما بنجيب معدنين، اوكي، احنا قبل كده كنا بنتكلم على بيور ميتلز، والقواعد اللي بتنطبق على البيور ميتلز جزء كبير منها بينطبق على الالويز، لكن الالويز بيبقى لها قواعد خاصة بيها او سبيشيال بيها. فايه هي الالوي؟ الالوي هي ميكتشر من تو اور مور ميتلز. اي معدنين عشان نعمل ميكتشر لازم نعمل الميكتشر وهم في المولتن ستيت. ما ينفعش اجيب ايه ذهب مثلا ونحاس جولد اند كوبر هما في السوليد ستيت وقول هعمل ميكتشر منهم مع بعض، مش هيعمل لي ألوي. لازم يبقوا في المولتن ستيت عشان اعمل منهم ألوي. اي تو ميتلز وهما في المولتن ستيت بيدوبوا في بعض، they are soluble in each other، اوكي، او miscible in each other which means extremely soluble in the molten condition. بعد المعادن دي ما بتدوب في بعض وهي في المولتن ستيت واجي انشفها، اجي اعملها سوليديفيكيشن عشان احصل بقى على سبيكه من المعدنين مع بعض، اللي بيحصل ان هم يا بيفضلوا صلبون ان ايتش اذر يا بيحاولوا يفكوا من بعض، بس برضو هيفضلوا سبيكه واحده، هيفضلوا ميكتشر. اوكي، طيب انا ليه بحتاج ان انا او بفكر ان انا او بندرس السبايك؟ السبايك او الالويز، اوكي، بتبقى اقوى والمواصفات بتاعتها احسن لطب الاسنان، احسن من البيور ميتلز. Pure metals are not suitable for dental applications because they are too soft and ductile. The mechanical properties can be improved by using mixture of metals. طيب نيجي نعمل classification للألويز. الclassification بتاع الألويز عندنا كذا طريقة. أول طريقة according to the number of the constituting metals. عندي كم ميتال بيعملوا لي الالوي بتاعتي؟ لو 2 ميتالز يبقى باينري الوي، لو 3 ميتالز يبقى تيرنري الوي، لو 4 ميتالز يبقى كواترنري الوي، اند سو اون. فده كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا نمبر اوف ذا كونستيتيوتنج ميتالز. في كلاسيفيكيشن تانية، احنا اتفقنا ان اي معدنين وهم في المولتن ستيت بيبقوا دايبين في بعض، لما نيجي ننشفهم ويتحولوا الى سوليد ستيت عندنا احتمالية من 3، اوكي، يا اما يبقوا دايبين في بعض برضو، يفضلوا دايبين في بعض زي ما كانوا في السوليوشن، يفضلوا في السوليد، فندوت نقول عليه سوليد سوليوشن الوي. اوكي، ان انا المعادن كانت دايبه في بعض وهي ليكويد وفضلت دايبه في بعض وهي سوليد. الاوبشن الثاني ان انا المعادن تحاول تفك من بعض. تفك من بعض مش معنى كده انها هتسيب بعض وترجع تاني بيور ميتلز، لا، هي هتفضل الوي برضو، بس الالوي زيها زي الميتلز مكونه من كريستلز. الكريستلز لو جوه الكريستلايه التو اتومز بتاعت الاتومز بتاعت التو ميتلز دايبين في بعض ومنتشرين في الكريستل، ده كان الكيس الاولاني اللي هو السوليد سوليوشن، ان هم دايبين في بعض جوه الكريستلايه، تلاقي الاتومز بتاعت معدن A والاتومز بتاعت معدن B منتشرين جوه الكريستلايه، ومنتشرين سواء بشكل عشوائي او بشكل منظم هم منتشرين، فدوت نقول عليه ايه؟ دوبان تام، سوليد سوليوشن. طيب لما يجوا يبقوا مش عايزين ايه يدوبوا في بعض وهم في السوليد ستيت، في الليكويد كانوا دايبين، في السوليد جينا ننشفهم لانهم مش عايزين يدوبوا في بعض، هيحصل ايه بقى؟ نبص نلاقي ان الالوي برضو مكونه من كريستلز، بس الكريستلز دي الاتومز بتاعت التو ميتلز عامله لايرز. يعني ايه؟ تبص تلاقي جوه الكريستلايه لاير من معدن A ولاير من معدن B، لاير من معدن A ولاير من معدن B. ده كده ايه؟ حاله عدم ذوبان او ذوبان جزئي، partial solubility او complete insolubility. الوضع دوت او الالويز اللي عندها حاله عدم الذوبان دي في السوليد ستيت بنقول عليها ايوتكتيك الويز. الاوبشن التالت ان انا جوه نفس الكريستلايه الاتومز بتاعت الميتالز تبقى موجوده، بتاعت ميتال A وميتال B موجوده، بس متفاعلين مع بعض، عاملين كيميكال رياكشن مع بعض. الحاله دي حاله سبيشال، بيبقى بنسمي السبيكه بالالوي بنقول عليها انترميتاليك كومباوند.
انا طبيعي المفروض ان الميتالز بتتفاعل مع بعض وبتعمل برايمري بوند اسمه ايه؟ اسمه الميتاليك بوند. لكن الغريب ان انا في اكسبشن، ان انا sometimes مع الميتاليك بوند ممكن الاقي مثلا ايونيك بوند، اوكي؟ فيبقى عندي ميتاليك وايونيك. دي حاله استثنائيه وحاله مش كومن. لما المعادن يبقى فيه بينهم كيميكال افينيتي ويتفاعلوا مع بعض ويعملوا بوند تاني غير الميتاليك بوند، ساعتها دي حالة من حالات الذوبان بيقولوا عليها انتر ميتاليك كومباوند. فيبقى اذا الكلاسيفيكيشن بتاعت الالويز اكوردنج للذوبان في السوليد ستيت، يا اما سوليد سوليوشن الوي، يا اما ايوتكتيك الوي، يا اما انتر ميتاليك كومباوند. طب ليه انا بقول التقسيمه اكوردنج للسوليبيليتي في السوليد ستيت، ليه مش اكوردنج للسوليبيليتي في الليكويد ستيت؟ لان في الليكويد ستيت كل المعادن بتبقى دايبه ببعضها، فما فيش كلاسيفيكيشن. لكن اللي بيحصل بقى لما يجي يتحولوا لسوليد، يا اما يفضلوا دايبين في بعض فنقول على دوت سوليد سوليوشن الوي، يا اما يحاولوا يبقوا بيفكوا من بعض بس مش هيسيبوا بعض برضو، اوكي، فدوت نقول عليه ايوتكتيك الوي، يا اما يفضلوا دايبين في بعض بس متفاعلين مع بعض في بينهم كيميكال افينيتي وكيميكال رياكشن، كيميكال بوند غير الميتاليك بوند، نقول على الايه، على الكونديشن ده انتر ميتاليك كومباوند. وبنبدأ كلامنا على السوليد سوليوشن الويز. الميتالز تاني بنقول ان هم are usually completely soluble in each other في الليكويد ستيت. هنا هوت عشان هم سوليد سوليوشن الويز فهم soluble في الليكويد ستيت وفي السوليد ستيت. انواع السوليد سوليوشن ايه؟ عندنا تو اوبشنز، يا اما يبقى substitutional solid solution، يا اما يبقى interstitial solid solution. يعني ايه substitutional solid solution؟ كلمة substitute يعني حاجة تاخد مكان حاجة. لو انا عندي gold atoms و copper atoms وهيعملوا سبيكة مع بعض جوه نفس الكريستال، هبص الاقي الاتومز بتاعت الجولد والاتومز بتاعت الكوبر موجودين مع بعض. الاتومز بتاعت الكوبر خدت مكان الاتومز بتاعت الجولد في بعض الحتت، اوكي؟ فعشان كده بنقول حصل substitution، وبالتالي بنسمي السوليد سوليوشن ده سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن. وممكن يبقى الكوبر والجولد اتومز اوكي دايبين في بعض، والكوبر خد مكان الجولد في بعض النقط او في بعض الحتت جوه الكريستال، بس الموضوع تم بشكل عشوائي فبنقول عليه ديس اوردرد سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن، او تم بشكل منظم فنقول عليه اوردرد سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن. كده كده سواء ديس اوردرد سوليد سوليوشن او اوردرد سوليد سوليوشن، ده كده كده كريستالاين ستراكشر، والكريستالاين ستراكشر لو احنا بنقارنه بالامورفس ستراكشر هو ستراكشر منظم، حتى لو انا بقول عليه ديس اوردرد ستراكشر. disordered crystalline structure وordered crystalline structure، ماشي الكلام؟ هما الاثنين منظمين عن الايه، عن الامورفس structure. فاحنا هنا هو بنقول ان السوليد سوليوشن بتاعنا substitutional solid solution ممكن يبقى فيه منه disordered وممكن يبقى فيه منه ordered. وعشان اتوم تاخد مكان اتوم لازم حجم التو اتومز يبقى متقارب، اوكي؟ يبقى اختلاف الحجم ما يزيدش عن 15%. عشان حد ياخد مكان حد لازم يبقى قريب ليه في الحجم، اوكي؟ طيب النوع الثاني من السوليد سوليوشنز عندنا الانترستيشيال سوليد سوليوشن، زي مثلا ايه، الايرن مع الكربون. الكربون حجمه صغير قوي ما يقدرش ياخد مكان الاتومز بتاعه الايرن، فبيحشر نفسه وسط الاتومز بتاعه الايرن، فعشان كده سموه انترستيشيال سوليد سوليوشن. بيبقى دي حاله ذوبان في السوليد ستيت دايبين في بعض التو اتومز، اوكي، التو ميتالز دايبين في بعض، الاتومز بتاعه الاصغر واخده السبيسز اللي ما بين الاتومز الكبيره لان حجمها صغير قوي ما قدرتش تاخد مكان اتوميه كبيره لوحدها. فديت انواع الايه، السوليد سوليوشن، سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن وانترستيشيال سوليد سوليوشن. طيب ايه هي الكونديشنز عشان نحصل على سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن؟ لازم التو ميتالز يبقى عندهم نفس السبيس لاتس، يعني الجولد مثلا يبقى كيوبيك، الكوبر يبقى كيوبيك كمان، اوكي، في السنتر دي كيوبيك يبقى في السنتر دي كيوبيك، يبقى عندهم نفس الفالنسي عشان يحصل ذوبان كويس، اوكي، يعني عندهم مثلا سي اي 3 الكترونز بره يبقى الثاني برده عنده 3 الكترونز بره، التو ميتالز يبقى عندهم نفس الفالنسي.
اهم حاجة الاتوميك سايز ديفرنس يبقى اقل من 15%، يعني حجمهم يبقوا متقاربين، الاتومز متقاربة في الحجم من بعضها. اوكي، الاختلاف ما يكونش اكتر من 15%، يكون اقل من 15%، لان الاختلاف لو في الحجم اكتر من كده هو ايه، هيحصل عندي انترستيشيال سوليد سوليوشن مش سبستيتيوشنال. فدي الكونديشن عشان نحصل على سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن. واخر حاجه ان انا يهمني ان التو ميتلز ما يبقاش في بينهم وبين بعضيهم كيميكال افينيتي. لان يعني ايه كيميكال افينيتي؟ يعني التو ميتلز ما بيتفاعلوش مع بعض، ما بيعملوش بوند تاني غير الميتاليك بوند، لان هم لو اتفاعلوا مع بعض ساعتها مش هيبقى اسمهم ايه سوليد سوليوشن، هيروحوا للكاتيجوري الثالثه اللي كان اسمها ايه، اللي كان اسمها انتر ميتاليك كومباوند. طيب ايه هي البروبرتيز بتاعه السبستيتيوشنال سوليد سوليوشن؟ اول حاجه نتيجه ان انا عندي تو اتومز، اوكي، اسف تو يعني اتومز التو ميتلز، فنتيجه ان انا عندي اتومز بتاع تو ميتلز والتو ميتلز دولت مختلفين عن بعض في الحجم شويه، حتى ايفن لو اختلاف بسيط، فده بيعمل لوكالايز ديستورشن، تشوه بسيط في الكريستاليه من جوه، ونتيجه الديستورشن دوت بيضايق حركه الديسلوكيشن موفمنت. واتفقنا قبل كده ان اي حاجه تضايق حركه الديسلوكيشن موفمنت ينتج عنها ايه، زياده في السترينث والهاردنس، ديكريز في الداكتيليتي والكوروجن ريزيستنس. تاني حاجه السوليد سوليوشن دوت يعتبر وان فيس سيستم او هوموجينس ستراكشر، ستراكشر متجانس، اوكي، نتيجه ان هو ستراكشر متجانس مش مكون من طبقات، اوكي، جاست كل الكريستاليه تعتبر كانها طبقه واحده، مش عامله زي الايوتكتيك، لان هنا المعدنين دايبين في بعض، في الايوتكتيك المعادن ما بتدوبش في بعض، بتعمل لايرز، فالايوتكتيك دوت بنقول عليه هيتروجينس ستراكشر، لكن احنا عندنا هنا في السوليد سوليوشن ده هوموجينس ستراكشر. فاحنا لو بنقارن السوليد سوليوشن بالايوتكتيك، الهوموجينس بالهيتروجينس، نقول ان الهوموجينس عنده هاي تارنش اند كوروجن ريزيستنس مقارنه بمين، بالهيتروجينس ستراكشر اللي هم الايوتكتيك. لكن لو احنا بنقارن الالوي بتاعتنا السبستيتيوشنال سوليد سوليوشن بالبيور ميتال، هنقول ان الكوروجن ريزيستنس بتاعه الالوي اقل من البيور ميتال. ليه؟ لان انا لسه قايل عشان عندي تو ميتلز كل واحد ليه الاتومز بتاعته وفي اختلاف ما بينهم في السايز، فبيحصل لوكالايزد ديستورشن، بيضايق الديسلوكيشن موفمنت، بيزود السترينث والهاردنس، بيقلل الداكتيليتي ويقلل الكوروجن ريزيستنس، بيقللها مقارنه بمين، بالبيور ميتال. لكن لو انا بتكلم عن كوروجن ريزيستنس بقارن ما بين الالوي اللي هي السوليد سوليوشن والالوي الايوتكتيك، فالالوي اللي هي السوليد سوليوشن بتبقى هوموجينس والايوتكتيك بتبقى هيتروجينس. فعشان كده بنقول ان التارنش والكوروجن ريزيستنس بتاعت الهوموجينس الوي او الهوموجينس ستراكشر اعلى من الالوي اللي هي الايه الايوتكتيك، لكن اقل من الايه من البيور ميتالز. طيب حاجه كمان، السبستيتيوشنال سوليد سوليوشن الوي او اي الوي، مش بس السبستيتيوشنال سوليد سوليوشن ده، اي الوي بيبقى لها حاجه اسمها الميلتنج رينج مش ميلتنج بوينت. اوكي، معظم الالويز ليهم ميلتنج رينج ما عدا اكسبشن هنعرفه كمان شويه. طيب بنبدا في السبستيتيوشنال سوليد سوليوشنز، هناخد تو اكزامبل، اوكي، هناخد السيلفر باليديوم وهناخد الجولد كابر. هناخد السيلفر باليديوم، سبائك السيلفر باليديوم وسبائك الجولد كابر، هنعرف البروبرتيز بتاعتهم وهندرسهم مع بعض ونشوف ايه هي الهيت تريتمنتس اللي احنا ممكن نعملها عشان نغير من البروبرتيز بتاعه هذه الالويز. في السيلفر باليديوم، عشان نبدا نشرح السيلفر باليديوم محتاجين نفهم ايه هو الدياجرام اللي اسمه فيز دياجرام. فالاكزامبل الموجود قدامنا دوت مش سيلفر باليديوم، ده اكزامبل ما بين كابر ونيكل، ماشي. الفكره بس من هنا ايه، او الغرض من الدياجرام ده ايه، التوضيح. احنا في عندنا على الشمال كولينج كيرف، الفيرتيكال اكس تمبريتشر والهوريزونتال اكس تايم، في عندنا على اليمين كيرف تاني، الفيرتيكال اكس تمبريتشر والهوريزونتال اكس كومبوزيشن. يعني ايه كومبوزيشن؟ هتلاقي مكتوب 0 20 40 60 80 100% نيكل. الدياجرام اللي على اليمين دوت اللي فيه الكومبوزيشن في الهوريزونتال اكس، لما الكومبوزيشن بيبقى 0% نيكل معناها ان انا عندي 100% كوبر، لما بيبقى 20% نيكل معناها ان انا عندي سبيكه 20% نيكل و80% كوبر.
لما بيبقى 40% نيكل يبقى عندي 60% كوبر and so on. فكده انا على الهوريزونتال اكس حطيت حاجه اسمها الوي سيستم او all the possible combination of the two metals together، كل احتماليات خلط المعدنين مع بعض حطيتها في الهوريزونتال اكس، ابتداء من ان المعدن النيكل يكون صفر فالمعدن الكوبر يكون 100% الى فضلت اغير في الكومبوزيشن لغايه ما وصلت ان انا بقى عندي 100% نيكل و 0% كوبر. اوكي طيب نيجي للكيرف اللي على الشمال، انا الفيرتيكال اكس تمبريتشر الهوريزونتال اكس تايم، لما يكون عندي بيور كوبر اللي هو اول كيرف هبص الاقي عندي عند الفريزنج تمبريتشر عندي هوريزونتال لاين. اوكي لما اجي اخد بقى اللوي يعني مش بيور ميتال زي 20% نيكل ابص الاقي بقى عندي حاجه اسمها L1 وS1. ايه L1 وS1 ديت؟ L هي الليكويدس تمبريتشر وS هي السوليدس تمبريتشر. فوق ال L السبيكه بتبقى ليكويد، تحت ال S السبيكه بتبقى سوليد، ما بين ال L وال S السبيكه بتبقى ميكتشر ليكويد بلس سوليد. فعشان كده السبايك بنقول انها عندها ميلتنج رينج، لكن البيور ميتالز عندها ايه؟ عندها ميلتنج بوينت. في استثناء للقاعده دي هنقوله كمان شويه. يبقى البيور ميتالز عندها ميلتنج بوينت لكن الالويز عندها ميلتنج رينج، عندها ليكويدس تمبريتشر وعندها سوليدس تمبريتشر. فوق الليكويدس السبايك بتبقى ليكويد، تحت السوليدس السبايك بتبقى سوليد، ان بتوين الليكويدس والسوليدس السبايك بتبقى ليكويد بلس سوليد. فاحنا لما نلغي فاكتور التايم ويبقى الهوريزونتال اكس هو الكومبوزيشن، فهبص الاقي ان الكيرف مثلا بتاع السبيكه اللي هي 20% نيكل بقى ستريت لاين، والليكويدس تمبريتشر والسوليدس تمبريتشر بقوا اون ذا سيم ستريت لاين فوق بعضيهم، الليكويدس فوق والسوليدس تحتيها على نفس الستريت لاين. اخد سبيكه 50% برضه ليها الليكويدس والسوليدس تمبريتشر على نفس الستريت لاين، اخد كومبوزيشن 80% نيكل و 20% كوبر هبص برضه الاقي ليها ليكويدس تمبريتشر وسوليدس تمبريتشر على نفس الستريت لاين. لما اوصل كل البوينتس اللي فوق ببعضيها، كل الليكويدس بوينتس ببعضيها، واوصل كل السوليدس بوينتس ببعضيها، هبص الاقي طلع عندي تو لاينز، اللاين اللي فوق نقول عليه الليكويدس لاين، واللاين اللي تحت نقول عليه ايه؟ السوليدس لاين. وبالتالي اقدر اتنبأ بالليكويدس تمبريتشر والسوليدس تمبريتشر بتاع اي سبيكه انا ما استهاش، ما جربتش اقيس التمبريتشر بتاعته. يعني مثلا لو انا قلت ايه السبيكه اللي هي 30% نيكل و 70% كوبر، مش انا ما استهاش، لكن ممكن اجي عند 30% نيكل وارسم ستريت لاين لفوق، هيعمل انترسكشن مع الليكويدس وهيعمل انترسكشن مع السوليدس. الانترسكشن دوت هيعرف لي الليكويدس تمبريتشر بتاع السبيكه دي ايه والسوليدس تمبريتشر بتاع السبيكه ديت ايه. وبالتالي بقى من الناحيه العمليه ان انا استخدم الكيرف اللي موجود على ايديا اليمين دوت اسمه ايه الفيز دايجرام دوت احسن من ان انا استخدم الايه او عملي اكتر لما اتكلم عن السبايك من ان انا استخدم كولينج كيرف زي الايه اللي على الشمال. اوكي اللي على اليمين بقدر الم فيه مجموعه اكبر من السبايك، اوكي كل الكومبوزيشنز بتاعت السبيك بتاعت التو ميتالز مع بعض، اقدر اتنبأ باي سبيكه من معدن الكبر والنيكل مع بعض عند اي كومبوزيشن، اقدر اتوقع الليكويدس ايه والسوليدس ايه، امتى السبايك بتبقى ليكويد فوق الليكويدس، امتى بتبقى سوليد تحت السوليدس، امتى بتبقى سوليد بلس ليكويد ما بين الليكويدس والايه والسوليدس. المقدمه ديت كان احنا المفروض نشرح السيلفر باليديوم كل دوت عشان نفهم يعني ايه فيز دايجرام، لان احنا دلوقتي هنخش على الفيز دايجرام بقى اللي يهمنا اللي هو بتاع مين، بتاع السيلفر والباليديوم اللي هم اول اكزامبل في الالويز اللي تعتبر سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن. نيجي كده ده الفيز دايجرام بتاع السيلفر باليديوم. اوكي الفيرتيكال اكس تمبريتشر، الهوريزونتال اكس كومبوزيشن 0 10 20 اللي بيزيد معايا هو الباليديوم، فعندي 0% باليديوم معناها ايه 100% سيلفر. فبص الاقي بقى عندي بوينت هي ميلتنج بوينت بتاعت الايه بتاعت السيلفر اللي هي تقريبا 960 تقريبا. اوكي
وعند 100% باليديوم، ده معناه بيور باليديوم، ابص الاقي ايه بقى عندي ميلتنج بوينت اللي هي تقريبا اوكي 1000 و2770 تقريبا او 2780، دي الميلتنج بوينت بتاعت الايه الباليديوم. غير كده اي كومبوزيشن في النص فده بقى سبيكه بقى اللوي، والالوي ليها ميلتنج رينج. فبص الاقي بقى عندي تو لاينز، لاين فوق اسمه الليكويدس ولاين تحت اسمه السوليدس. اي الوي اخدها ارسم فيرتيكال لاين ستريت لاين لفوق واشوف هيعمل انترسكشن مع التو لاينز دولت فين. الانترسكشن مع السوليدس هتبقى هي دي السوليدس تمبريتشر، الانترسكشن مع الليكويدس هتبقى هي دي الليكويدس تمبريتشر. فوق الليكويدس الالوي بتاعتي بتبقى ليكويد، تحت السوليدس الالوي بتاعتي بتبقى سوليد، ما بين السوليدس والليكويدس الالوي عباره عن سوليد بلس ليكويد. اوكي، فهو بيقول لنا هنا اهوت ان اللاين اللي هو الاي بي سي هو الليكويدس لاين، اللاين اللي هو الاي دي سي اللي هو اللي تحت هو السوليدس لاين. وان عند ايه بيدينا اكزامبل ان احنا مثلا لو خدنا عند كومبوزيشن 65% باليديوم وطلعنا لفوق بستريت لاين، هنلاقي ان ات تمبريتشر 1500 اللي هو فوق الليكويدس عندي ليكويد بس. لما ننزل اوكي عند تمبريتشر 1400 هنبقى نلاقي نفسنا ما بين الليكويدس والسوليدس، فنبص نلاقي عندنا ايه ليكويد فيز وسوليد فيز موجودين مع بعض. طيب السيلفر باليديوم احنا بندرسه لان في اللويز بتستخدم في طب الاسنان في التركيبات، اوكي بتبقى معموله من السيلفر باليديوم. السيلفر باليديوم دوت فيه ظاهره اسمها الكورينج. يعني ايه الكورينج؟ زي ما احنا كنا لسه شايفين في الفيس دايجرام، الباليديوم ليه فيري هاي ميلتنج بوينت والسيلفر الميلتنج بوينت بتاعته قليله. الباليديوم تقريبا خلينا بالتقريب نقول ان هو الميلتنج بوينت بتاعته 2800 والسيلفر تقريبا 960، فالفرق كبير قوي. فقالوا اول ما بتجيب اي سبيكه سيلفر باليديوم وتيجي تبردها، لو احنا بنتكلم بقى ان احنا كنا عاملينها ليكويد، بدانا نبرد نبرد نبرد، نزلنا ما بين الليكويد سلاين والسوليد سلاين، بقت السبيكه ايه ليكويد بلس سوليد. نزلنا تحت السوليدس بقت السبيكه سوليد. اول السوليد ده ما بيتكون اي الوي عباره عن كريستالاين ستراكشر، واحنا قلنا ان الكريستالات ديت لمعدنين بيفضلوا دايبين في بعض، عندهم سوليبيليتي وهم ليكويد وعندهم سوليبيليتي وهم سوليد، فهم بيفضلوا دايبين مع بعض وهم سوليد. بس نلاقي ان السنتر بتاع الكريستال متركز فيه الميتال صاحب الميلتنج بوينت العاليه اللي هو الباليديوم، والبريفري بتاعت الكريستال متركز فيها الميتال صاحب الميلتنج بوينت القليله. فقالوا المنظر ده او الشكل ده بيقولوا عليه كورينج، والكورينج دوت استراكشر غير متجانس، اوكي هيتروجينس استراكشر. لو في الديسلوكيشن جه يتحرك هيلاقي نفسه مش قادر يتحرك بسهوله بسبب عدم التجانس او الهيتروجينس استراكشر اللي موجود عندنا، وبالتالي الاستراكشر اللي هو الكورد استراكشر بيبقى عنده هاي يلد سترينس وهاي هاردنس، لو داكتيليتي ولو كوروجن ريزيستنس. طيب لو انا بردت بسرعه السوليد بتاعي، انا قلت انا المعدنين وهم مع بعض كانوا ليكويد، بردت شويه بقوا ليكويد بلا السوليد، نزلت تحت السوليدس بقوا سوليد كريستالات. لو انا بردت بسرعه هيفضل الاستراكشر بتاعي بتاع الالوي بتاعتي كورد ستراكشر، اوكي. لو انا بردت بالراحه الاتومز، بالراحه دي يعني ايه؟ يعني بدي للاتومز وقت وبديها برضو حراره، يعني هي وهي قاعده بتبرد، ما انا لما بردها من درجه حراره مثلا 800 لدرجه حراره 700 اوكي في نص ساعه، فهي كده تعتبر خليتها سخنه عندها حراره واديتها وقت، فالاتومز بتتحرك، فانا قاعد ببرد بالراحه بالراحه بالراحه، فالاتومز عندها الحراره وعندها الوقت تتحرك، الباليديوم يتحرك من قلب الكريستال لبره، والسيلفر يتحرك من البريفري بتاع الكريستال لجوه، فالاستراكشر اللي كان هيدروجينس يتحول الى هوموجينس، ويحصل عندنا حاجه اسمها هوموجينايزيشن. وبعد ما الاستراكشر كان هيتروجينس استراكشر بيضايق الديسلوكيشن اتحول الى هوموجينس استراكشر ما بيضايقش الديسلوكيشن، وبالتالي لما يتحول الى هوموجينس استراكشر يبقى حصل ايه؟ اليلد سترينث والهاردنس تقل والدكتيليتي والكوروجن ريزيستنس تزيد. طيب لو انا ما بردتش بالراحه، لو انا اول ما الكريستالات اتكونت والسوليد الوي عندي اتكونت بردت بسرعه مره واحده،
يعني ايه بسرعه؟ يعني ما اديتش الاتومز فرصه انها تتحرك، يفضل الاستراكشر عندي كورد ستراكشر ات روم تمبريتشر. الكورد ستراكشر بيتميز بايه؟ عنده ييلد سترينث وهاردنس عاليه، داكتيليتي وكوروجن ريزيستنس قليله. فانا عليا ان انا اختار، هل انا عايز كورد ستراكشر ولا عايز هوموجينس ستراكشر؟ طيب اللي نفترض ان انا اخترت ان يبقى عندي كورد ستراكشر وبردت بسرعه، وبعد كده رجعت غيرت رايي قلت لا ده انا كنت غلطان، انا عايز احول الكورد ستراكشر لهوموجينس ستراكشر، نعمل ايه؟ هرجع اسخن الميتال. هسخنه هل اعمل له ميلتنج؟ لا، دي كده هعمل ايه؟ هيت تريتمنت. في الهيت تريتمنت بنسخن وندي للمعدن وقت، لكن ما بنعملش ميلتنج، ندي وقت وحراره عشان ايه؟ عشان الاتومز تتحرك. فسخن الميتال لاي تمبريتشر تحت السوليدس تمبريتشر ولتكن مثلا 700، اوكي؟ اسخن وافضل واقف عند ال 700 دي 10 مينتس، اوكي، ل 30 مينتس، افضل مستني شويه وقت كده الاتومز تتحرك، الكورد ستراكشر يبدا يختفي، الاتومز تتحرك الاستراكشر بيتحول الى هوموجينس، اوكي. وانس ان الاستراكشر عندي بقى هوموجينس اقدر ابرد بقى بسرعه، ابرد بالراحه، خلاص مش هتفرق الاستراكشر، وانس ان هو بقى هوموجينس ما بيتغيرش، اوكي. طيب فكده دي بقى هيت تريتمنت اسمها ايه؟ اسمها هوموجينايزيشن هيت تريتمنت. ايه هي الهوموجينايزيشن هيت تريتمنت؟ بيقولوا عليها سوليد ستيت رياكشن. يعني ايه سوليد ستيت رياكشن؟ اي هيت تريتمنت او معالجه حراريه هي سوليد ستيت رياكشن، يعني تفاعل بيتم والميتال السوليد ما بيتحولش لليكويد. هي دي الفكره من الهيت تريتمنت، اوكي؟ بنسخنه تحت الايه؟ تحت السوليدست تمبريتشر عشان نفضل ضامنين ان هو سوليد. يحصل ايه لما نسخن تحت السوليدست تمبريتشر ونستنى شويه وقت؟ وي شود ويت فور سيرتن اماونت اوف تايم، نعمل اليمينيشن للكورد ستراكشر. يبقى عندنا ايه؟ يبقى عندنا هوموجينس ستراكشر، اوكي. فدي هيت تريتمنت جديده نجمعها مع تجميعات الايه؟ الهيت تريتمنتس اللي احنا خدناها. طيب احنا كده خلصنا السيلفر باليديوم اللي هو كان اول اكزامبل للسبستيتيوشنال سوليد سوليوشن، ومن الاكزامبلز المهمه اللي بتستخدم في طب الاسنان. هنيجي دلوقتي لايه؟ لتاني اكزامبل في طب الاسنان اللي هو الجولد كابر سيستم، وده اكزامبل مهم جدا 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 جدا. زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامنا الفيس دايجرام بتاع الجولد كابر. الفيرتيكال اكس عباره عن ايه؟ عباره عن التمبريتشر. الهوريزونتال اكس عباره عن ايه؟ عباره عن الكومبوزيشن. كابر معناها 0% جولد، يعني 100% بيور كابر. بعد كده 10 20 30 40، مين اللي بيزيد معانا؟ اللي بيزيد معانا هو الجولد. يعني عند 20% جولد السبيكه مكونه من 20% جولد و 80% كابر. عند 40% جولد السبيكه فيها 40% جولد و 60% كابر. عند 80% جولد بيبقى عندي 20% كابر. عند 100% جولد بيبقى عندي بيور جولد. البيور جولد زي ما انتم شايفين فوق التمبريتشر بتاعته، الميلتنج بوينت بتاعته 1065 ديجري سيلسيوس. عند 0% جولد يعني 100% كابر، البيور كابر الميلتنج بوينت بتاعته كام؟ 1083. زي ما انتم شايفين الميلتنج بوينت بتاعت الجولد والميلتنج بوينت بتاعت الكابر ار فيري كلوز تو ايتش اذر. فبالتالي السيستم دوت بتاع الجولد كابر الوي سيستم دوت ما بيحصلش فيه كورينج. اي ريشيو بتاعت ميكسينج للجولد مع الكابر نيفر ايفر ان بيحصل فيها كورينج، لان الميلتنج بوينتس بتاعت الجولد والكابر ار كلوز تو ايتش اذر. وده بخلاف مين؟ بخلاف السيلفر باليديوم. كان السيلفر تقريبا الميلتنج بوينت بتاعته 960، والميلتنج بوينت بتاعت الباليديوم 2800 تقريبا. فبسبب الاختلاف الكبير في الميلتنج بوينتس بتاعت السيلفر والباليديوم كان بيحصل عندي ظاهره الكورينج. لكن هنا في الجولد كابر سيستم مش بيحصل عندي اي نوع من انواع الايه؟ من انواع الكورينج. ليه؟ جيف ريزون، عشان الميلتنج بوينت بتاعت الجولد والكابر ار فيري كلوز تو ايتش اذر. هتلاقي عندك في الفيس دايجرام الفيرتيكال اكس تمبريتشر، الهوريزونتال اكس كومبوزيشن. عندك فوق تو لاينز، اللاين اللي فوق بنقول عليه ليكودس واللاين اللي تحت بنقول عليه سوليدس، وبيكادوا يلمسوا بعض لكن هم اكشوالي مش بيلمسوا بعض، بيبقى في بينهم فراغ في ايه؟ عند تقريبا كومبوزيشن 80% جولد 20% كابر. طيب
فوق الليكودس السبيكة بتبقى ليكويد، تحت السوليدس أي سبيكة هتبقى سوليد، ما بين الليكودس والسوليدس السبايك بتاعتنا بتبقى ليكويد بلس سوليد. هناخد بالنا إن تحت السوليدس في الفيز دايجرام بتاعنا زي قبتين، القبة الأولانية بنسميها AUCU3 والقبة التانية بنسميها AUCU. القبة الأولانية أي قبة هي ليها ارتفاع وليها عرض، ليها هايت وليها ويدث. الارتفاع بارلل للتمبريتشر اكس، فبالتالي بيعبر عن تمبريتشر. فالارتفاع بتاع الاريا الاولانيه التمبريتشر فيه بتبقى 396 ديجري سيلسيوس. الارتفاع بتاع القبه الثانيه بيبقى التمبريتشر بيعبر عن تمبريتشر اللي هي 424 ديجري سيلسيوس. القبه الاولانيه ليها عرض، العرض ده بارلل للهوريزونتال اكس اللي هو الكومبوزيشن، فبنقول انها بتمثل الكومبوزيشنز من 39.6% جولد لغايه 64% جولد. دي مجموعه من السبائك، دي مش سبيكه واحده. يعني لما نقول 39.6 جولد يعني الباقي كوبر، 40% جولد يعني الباقي كوبر، 50% جولد يعني الباقي كوبر، لغايه 64% جولد والباقي كوبر. مجموعه السبائك ديت كلها موجوده في الايه، في القبه الاولانيه. القبة الثانية من 64% جولد ل 88% جولد، أي سبائك ما بين الكومبوزيشنز ديت أوكي بإيه بتبقى داخلة في القبة الثانية. يعني إيه؟ يعني لما نقول مثلا 65% جولد يبقى الباقي مثلا كوبر، دي سبيكة. 70% جولد والباقي كوبر، دي سبيكة ثانية. 80% جولد والباقي كوبر، دي سبيكة ثالثة، أند سو أون. فالعرض بتاع القبة الثانية ديت بيمثل برضو مجموعة من السبائك اللي ليهم كومبوزيشنز بتبدأ من 64% جولد وتنتهي بإيه؟ ب 88% جولد. عشان نفهم ايه اللي بيحصل في الفيز دايجرام دوت او في مع الجولد كابر الوي لازم ناخد 3 اكزامبلز. هناخد اول اكزامبل اللي هو 20% جولد و 80% كابر، ونرسم ستريت لاين لفوق ونبدا نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل. كنا عاملين ميلتنج للسبيكه ديت اوكي، فالجولد والكابر فوق الليكويدس بيبقوا ليكويد، نزلنا ما بين الليكويدس والسوليدس بقوا سوليد بلس ليكويد، نزلنا تحت السوليدس على طول اتكون لنا سوليد. شكله ايه السوليد دوت؟ دوت شكله disordered face centered cubic، ودوت احد انواع الايه، substitutional solid solution. احنا كل الكريستالين ستراكشر بتاع الجولد الو بتاع الجولد كابر الوي ده تاني اكزامبل على substitutional solid solution alloys. فاحنا طول ما احنا بنتكلم على الجولد كابر فاحنا بنتكلم ان الالوي اللي بتتكون عندنا بتبقى ايه، سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن الوي اوكي. فاحنا السبستيتيوشنال سوليد سوليوشن الوي دوت شكله ايه اول ما اتكون، اول ما نزلنا تحت السوليدس الشكل اللي كان عندنا ايه بقى، ديس اوردرد. فاكرين احنا في السبستيتيوشنال سوليد سوليوشن قلنا ان ممكن يبقى عندنا ديس اوردرد او اوردرد، التو اتومز بيبقوا دخلوا جوه نفس الكريستاليه بس بشكل عشوائي، فبنقول عليه disordered في السنتر دي كيوبيك. ماشي الكلام؟ او disordered substitutional solid solution. فاحنا هنا في الاكزامبل بتاعنا اللي هو 20% جولد و 80% كوبر، اول ما نزلنا تحت السوليدس اتكون عندنا سوليد شكله disordered في السنتر دي كيوبيك. تبرد بسرعه او تبرد بالراحه استيل الشكل هيفضل ايه، هيفضل disordered في السنتر دي كيوبيك. ده أول إكزامبل. نيجي لتاني إكزامبل، هناخد سبيكة 50% جولد و 50% كوبر، ونرسم ستريت لاين لفوق أوكي، ونيجي نعمل ميلتنج فوق الليكودس الألويز ليكويد، ما بين الليكودس والسوليدس الألويز ليكويد بلس سوليد، تحت السوليدس الألوي السوليد شكله إيه، disordered face centered cubic. على طول الديفولت عندنا أول ما السوليد في الجولد كوبر بيتكون بيبقى الشكل إيه الرئيسي، disordered في السنتر دي كيوبيك. وده ايه يعبر عن ايه، او احد انواع ايه السبيكه بتاعتنا تعتبر نوعها ايه، substitutional solid solution اوكي. طيب الديسوردرد في السنتر دي كيوبيك لو انا بردت بسرعه هيفضل شكله disordered في السنتر دي كيوبيك، لو انا بردت بالراحه اوكي، انا بتكلم على الاكزامبل اللي هو 50% جولد 50% كوبر، لو انا تحت السوليدس وبردت بالراحه ودخلت جوه القبه، يعني ايه جوه القبه؟ يعني وصلت التمبريتشر 396
وفضلت انزل بالراحه 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 بالراحه. يعني ايه بالراحه؟ يعني بدي للاتومز وقت عشان تتحرك. الاتومز لما بتتحرك بيبدا يحصل تغير. ايه التغير؟ الاتومز بعد ما كان الشكل الكريستالين ستراكشر ديس اوردرد في السنترد كيوبيك بيبقى عندي اوردرد في السنترد كيوبيك. يعني هيفضل في السنترد كيوبيك زي ما هو، بس بعد ما كان ديس اوردرد هيبدا يبقى ايه؟ اوردرد. فحصل اوردرنج. الاوردرنج دوت بيحصل معاه سلايت انكريز ان سترينث. اوكي، طيب الاوردرنج ده حصل ليه؟ حصل نتيجه ان انا اديت للاتومز وقت وهي اوريدي سخنه، عندها الحراره، عندها الانرجي، عشان انا ببرد بالراحه، فايه؟ فالشكل اتغير من ديس اوردرد لايه؟ لاوردرد. ماشي الكلام؟ طيب الاوردرنج دوت ايه هو الشرط بتاعه؟ الشرط بتاعه زي ما هو مكتوب AuCu3. يعني هتلاقي 1 اتوم جولد 3 اتوم كوبر، 1 اتوم جولد 3 اتوم كوبر، وتفضل هي دي الرصه اللي موجوده عندنا. حد يقول لي طب ازاي يا دكتور احنا عندنا انت قايل ان السبيكه الاكزامبل اللي احنا واخدينه 50% جولد 50% كوبر، يعني المفروض ان يبقى AuCu3 3 جولد 3 كوبر، ازاي واحده جولد و3 كوبر؟ طب بقيه الجولد راح فين؟ هقول لك ان بقيه الجولد بيطلع بره الكريستال عشان الكريستال تحافظ على الارنجمنت بتاعتها، وبيروح يترسب فين؟ يترسب في الجرين باوندري. اوكي، الجرين باوندري قلنا قبل كده انها اوبن ستراكشر، وايه والكريستال بتتخلص من الجولد الزياده بتطلعه ايه؟ في الجرين باوندري. ستيل السبيكه بتاعتي ككل هي 50% جولد 50% كوبر، بس جوه الكريستالز اوكي هنلاقي ان ايه؟ 1 جولد 3 كوبر، 1 جولد 3 كوبر اند سو اون. ماشي الكلام؟ طيب فدوت ايه؟ دوت كان تاني اكزامبل عندنا. نيجي للاكزامبل التالت، هناخد ايه اكزامبل 80% جولد و 20% كوبر. 80% جولد لو رسمنا ستريت لاين لفوق خالص، السبيكه كانت ليكويد فوق الليكويدس، نزلنا ما بين الليكويدس والسوليدس، صحيح قربوا يلمسوا بعض بس مش بيلمسوا بعض، بيبقى في فراغ صغير، فالسبيكه بتاعتنا بتبقى ليكويد بلس سوليد. نزلنا تحت السوليد على طول، السوليد اللي اتكون شكله ايه؟ اتفقنا ان الديفولت ستراكشر بيبقى ايه؟ ديس اوردرد في سنترد كيوبيك. بردت بسرعه يفضل برضو الشكل ايه؟ ديس اوردرد في سنترد كيوبيك. بردت بالراحه لغايه ما دخلت جوه القبه بتاعتنا اللي تحتيها على طول اللي هي عند تمبريتشر 424، لو انت بردت بالراحه واديت للاتومز وقت، الاتومز هتتحرك وهيحصل عندي حاجتين. الديس اوردرد هيبقى اوردرد، الديس اوردر هيتحول الى اوردرد، والفيس سنترد كيوبيك هيتحول الى فيس سنترد تتراجونال. فكده حصل اوردرنج وحصل تغير في الشكل من كيوبيك لتتراجونال، فبقى عندي الشكل بعد ما كان ديس اوردرد في السنترد كيوبيك بقى عندي اوردرد في السنترد تتراجونال. طب يا ترى هل كل الديس اوردرد في السنترد كيوبيك بيتحولوا الى اوردرد في السنترد تتراجونال؟ لا مش كلهم، بس كون انا بقى عندي شكل جديد اتكون تتراجونال وعندي الشكل القديم اللي هو الكيوبيك، فالكريستالات بتبقى ضاغطه على بعض. اوكي، بسبب ان في منها شكلين، شكل كيوبيك وشكل تتراجونال، ده بيضايق الديسلوكيشن موفمنت. واتفقنا قبل كده ان اي حاجه بتضايق الديسلوكيشن موفمنت بتعمل ايه؟ بتزود اليلد سترينث والهاردنس، بتقلل الدكتيليتي ايه بنسبه كبيره جدا. ماشي الكلام؟ ممكن تقلل الكوروجن ريزيستنس شويه بس مش هتفرق كتير هنا اهوت، لان انا السبايك ديت في الاريا الثانيه، السبايك اللي هي ال 80% جولد نسبه الجولد فيها عاليه جدا، واي حاجه فيها جولد عالي مهما حتى ايفن لو قلت الكوروجن ريزيستنس بتاعتها ستيل هي عندها فيري هاي كوروجن ريزيستنس، بتقاوم الكوروجن بشكل قوي جدا، فحتى لو كوروجن ريزيستنس قلت حاجه بسيطه مش هتفرق معاها، هي ستيل بتقاوم الكوروجن بشكل قوي. اوكي، طيب فنيجي نقول ان احنا عندنا هنا اهوت في الاكزامبل بتاع ال 80% دوت، انا لو انا بردت بالراحه اتحول عندي الشكل من ديس اوردرد لاوردرد، ومن فيس سنترد كيوبيك بقى عندي كمان ايه؟ فيس سنترد تتراجونال. فحصل سيجنيفيكانت انكريز في السترينس. فبنيجي نقول ان احنا في طب الاسنان بنحب الاي يو سي يو عن الاي يو سي يو 3 اللي هي الايه؟ القبه الثانيه بنحبها اكتر من القبه الاولانيه. اوكي، الاي يو سي يو از بريفيرد ذان اي يو سي يو 3. جيف ريزون. ليه جيف ريزون؟ ايه بقى اللي حصل عندنا؟ عندنا سببين في الجيف ريزون دوت. اول سبب ان انا مع الاي يو سي يو بيحصل سيجنيفيكانت انكريز في السترينث بالهيت تريتمنت.
الهيت تريتمنت ان انا ممكن اسخن من غير ما اعمل ميلتنج، فالاتومز تتحرك فتغير لي البروبرتيز بتاعت الالوي بتاعتي. طب هي ايه الهيت تريتمنت هنا اللي انا ممكن اعملها؟ عندي اوبشنين. لو انا خدت الالوي اللي هي 80% جولد و 20% كوبر، عندي اوبشن ان انا اخلي شكلها ديس اوردرد في السنترد كيوبيك كلها، فكده تبقى سوفت، تبقى سبيكه ضعيفه. اعملها ازاي ديت؟ اجيب، لنفترض ان انا معايا سبيكه 80% جولد ومش عارف هي اوردرد ولا ديس اوردرد، يعني حد جابها لي وبيقول لي ايه خليها سوفت، انا مش عارف هي سوفت ولا هارد، فانا اوتوماتيك هروح قايم مسخنها تحت السوليدس، ما اعملش ميلتنج عشان دي هيت تريتمنت، وافضل مستني، ما انزلش في القبه، ما انزلش تحت 424، افضل فوق 424 وتحت السوليدس. اي تمبريتشر تحت السوليدس وفوق 424 افضل واقف مثلا سي عند درجه حراره 700، اوكي 10 مينتس كده الاتومز بتبدا تتحرك، والشكل اللي بيتكون عندي بيبقى ايه؟ ديس اوردرد في السنترد كيوبيك. بعد ما الشكل بقى ديس اوردرد في السنترد كيوبيك، انا عايز السبيكه تبقى سوفت، عايزها تبقى ضعيفه، مش عايز يحصل اوردرنج، فاروح قايم عامل ايه بعد ما انا اطمنت خلاص اديت للاتومز الوقت الكافي والاستراكشر بتاعي بقى ديس اوردرد، اروح قايم مبرد مره واحده، مبرد بسرعه، عامل حاجه اسمها كوينشنج. كوينشنج ده اللي هو ايه؟ اللي هو الرابيد كولينج. كده بقى عندي اتروم تمبريتشر سبيكه جولد كابر 80% جولد 20% كابر، شكلها ايه؟ ديس اوردرد في السنترد كيوبيك، it is a soft alloy، عندها low yield strength و hardness، high ductility و corrosion resistance. طب غيرت رأيي، قلت لا 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 انا خلاص انا مش عايزها soft، انا عايزها بقى تبقى قوية، اعمل ايه؟ اروح قايم راجع مسخن تحت السوليدس برضو وفوق ال 424، ماشي، وابدأ بقى ايه، مش هبرد بسرعة، هبرد بالراحة قوي 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 قوي، فلما انزل تحت 424 افضل ببرد بالراحة قوي قوي قوي، اخد لي حوالي نص ساعة، اوكي، لغاية ما اوصل لدرجة حرارة 200. انت قاعد بتبرد بالراحة ديت يعني ايه؟ يعني بتدي للاتومز وقت، وهي اوريدي عندها الحرارة، هي اوريدي سخنة، فالاتومز بتتحرك، فالتغير اللي احنا قلنا عليه يتم، ان الديس اوردرد يتحول الى اوردرد، والفيس سنترد كيوبيك يتحول الى فيس سنترد تيتراجونال، وبالتالي اوكي يحصل سترينسنينج، اليلد سترينث والهاردنس تزيد، الدكتيليتي والكروجن ريزيستنس تقل. طب كروجن ريزيستنس تقل، هل معنى كده يعني انها هتبقى حاجه مؤثره؟ لا مش هتبقى حاجه مؤثره، لان انا الجولد كميته كبيره، حتى ايفن لو كروجن ريزيستنس قلت هي ستيل حاجه سوبر في الكروجن ريزيستنس، بتقاوم الكروجن ريزيستنس بشكل قوي جدا، فلو قلت حاجه خفيفه ما بتفرقش معاها، هي ستيل بسبب كميه الجولد الكتيره بتقاوم الكروجن كويس قوي برضه، اوكي. فيبقى انا بحب الاي يو سي في طب الاسنان، جيف ريزون ليه بنحب الاي يو سي يو عن الاي يو سي يو 3، عشان احنا ممكن نعمل سوفتنينج وهاردنينج هيت تريتمنت، واللي تشينج في السترينث بيبقى سيجنيفيكانت تشينج في السترينث، سواء عملت لها سوفتنينج فبقت ضعيفه، عملت لها هاردنينج بقت قويه قوي، فايه فاقدر اعمل تشينج في السترينث كبير. لكن في الاي يو سي يو 3 اللي جاست الهيت تريتمنت اللي هتم ان انا احول الاستراكشر من ديس اوردر للاوردر بس، لكن ما بيتغيرش، بيفضل في السنتر دي كيوبيك زي ما هو، وبالتالي اللي تشينج في السترينث بيبقى ايه؟ سلايت انكريز في السترينث لما الديس اوردر يتحول الى اوردر. فيبقى ديت اول ايه، اول اجابه في الجيف ريزون، احنا ليه بنحب الاي يو سي يو ما بنحبش الاي يو سي يو 3. تاني اجابه اوكي للجيف ريزون دوت، ان في الاريا الثانيه اللي هي بتاعه الاي يو سي يو، الالويز عندها هاي بيرسنت اوف جولد اند لو بيرسنت اوف كوبر، وبالتالي عندها فيري جود كوروجن ريزيستنس مقارنه بالاي يو سي يو 3. القبه الاولانيه اللي هي الاي يو سي يو 3، الالويز اللي في الحته ديت عندها جولد قليل نسبيا وكوبر كتير، فبالتالي الكوروجن ريزيستنس بتاعتها مش ممتازه زي الاي يو سي يو، اوكي. فيبقى احنا كده من الفيس دايجرام دوت بتاع الجولد كابر بنطلع بكذا معلومه. اول معلومه ان انا الجولد والكابر ما بيعملوش كورنج، جيف ريزون ليه ما بيعملوش كورنج؟ عشان الميلتنج بوينتس بتاعتهم قريبه من بعضهم. تاني معلومه بنعرف ان احنا ممكن نعمل هيت تريتمنت. هيت تريتمنت ان انا تحت السوليدس الالويز بيبقى لها شكل، ولو دخلت في القبه وخدت وقت بتغير شكلها، اوكي، او بتغير الاوردرنج بتاعها.
فلو في الاي يو سي يو 3 جاست بتعمل اوردرنج وبتفضل فيس سنترد كيوبيك زي ما هي. لو في الاي يو سي يو بتعمل اوردرنج والفيس سنترد كيوبيك يتحول الى فيس سنترد تيتراجونال. فبقى عندنا كده اهوت في القبه الثانيه بشكل رئيسي عندنا هيت تريتمنت نقول عليها هاردنينج هيت تريتمنت وسوفتنينج هيت تريتمنت. لو انت عايز الالوي بتاعتك تبقى سوفت سخنها في الحته اللي الشكل فيها بيبقى ديس اوردرد في السنترد كيوبيك وافضل محافظ على التمبريتشر لشويه وقت الاتومز تتحرك وتاخد الشكل بتاع الايه بتاع الديس اوردرد في السنترد كيوبيك. بعد كده برد بسرعه اعمل كوينشنج اوعى تبرد بالراحه برد بسرعه عشان يفضل الشكل عندك ديس اوردرد في السنترد كيوبيك وتبقى السبيكه كده عملت لها ايه عملت لها سوفتنينج هيت تريتمنت. طيب بعد ما بردت بسرعه وخلاص والسبيكه اتروم تمبريتشر وبقت سوفت غيرت رايك قلت عايز اعمل لها هاردنينج هيت تريتمنت تروح قايم راجع مسخن تاني بس بالمره دي بقى مش هتبرد بسرعه هتبرد بالراحه عشان تخش جوه القبه اللي هي تحت 424 درجه تديها شويه وقت عشان الاتومز تتحرك وتكتسب الشكل الجديد اللي هو الاوردرد في سنترد تيتراجونال وبالتالي يحصل الاسترينسنج اللي انت عايزه والهيت تريتمنت دي اسمها هاردنينج هيت تريتمنت. ماشي فبقى عندنا سوفتنينج هيت تريتمنت وعندنا هاردنينج هيت تريتمنت. ويوجوالي قبل ما بنعمل هاردنينج هيت تريتمنت لو انا التارجت بتاعي ان انا اعمل هاردنينج زي ما بيقولوا كده ايه عايزين نبدا على نظافه الهيت تريتمنت فبنعمل كده كده لازم نعمل سوفتنينج الاول فيا اما اعمل سوفتنينج بس يا اما اعمل سوفتنينج وبعدها اعمل ايه اعمل هاردنينج عشان ابقى ضامن ان السبيكه عندي كانت كلها سوفت فاقدر اتحكم في الديجري اوف هاردنينج. اوكي يعني مثلا لو انا عشان الفيس سنتر دي كيوبيك يتحول لتتراجونال مثلا محتاج نص ساعه ممكن ما انا لو انا خليته 15 دقيقه ابقى عملت زي نص هاردنينج. اوكي فاقدر اتحكم في الديجري اوف هاردنينج لما اكون بادئ بالالوي بتاعتي سوفت. فيوجوالي لما بنيجي نعمل هاردنينج هيت تريتمنت بنعمل سوفتنينج هيت تريتمنت الاول وبعد كده نعمل ايه نعمل هاردنينج هيت تريتمنت. كل المعلومات ديت هتيجي بعد كده ان ديتيلز في الايه في السلايدز اللي جايه. اوكي نبص مع بعض في السلايدز اللي جايه السلايد ديت اللي قدامنا هنلاقي بيقول لنا ان الميلتنج تمبريتشر بتاعت الجولد از 1063 ديجري سيلسيوس وايل ذات اوف كوبر از ايه 1083 ديجري سيلسيوس. وبالتالي نتيجة ان الميلتنج رينج is very narrow لكل الكومبوزيشنز فبالتالي عندي low tendency for cooling. يعني ايه كل الكومبوزيشن؟ يعني خد اي ريشيو ما بين الجولد والكبر هتلاقي ان الميلتنج رينج بتاعهم very narrow نتيجة ان الميلتنج بوينتس بتاعتهم قريبة من بعضها وبالتالي مش بيحصل كورينج في اي سبيكة من سبايك الجولد والكبر. هتلاقي يقول لك ان الليكودس والسوليدس لاين nearly touching each other عند 80% جولد nearly touching ده ديزيز doesn't mean that they touch لا بيبقى في سبيس ما بين السوليدس لاين والليكودس لاين بس هما يكادوا يكونوا هيعملوا touching. اوكي طيب الجولد كابر الوي لما بنبردها رابيدلي من السوليدس تمبريتشر للروم تمبريتشر دايما الديفولت ستراكشر عندنا بيبقى ايه disordered face centered cubic ودايما الجولد والكوبر دايما بيبقوا عاملين انهي نوع من انواع السبايك substitutional solid solution. فالشكل عندنا لما بنبرد بسرعه دايما الاستراكشر عندنا بيبقى ايه disordered face centered cubic. طب لو بردنا بالراحه تفرق بقى لو انا في القبه الثانيه تحت 424 درجه وببرد بالراحه اللي هي القبه الثانيه اللي بتمثل ايه كومبوزيشن سبايك عندها جولد من 64% ل 88% جولد. اوكي اللي بتعمل لنا سوبر لاتس اي يو سي يو سوبر لاتس يعني ايه يعني اوردرد كريستالاين ستراكشر دي كلمه سوبر لاتس. فاحنا بيتكون عندنا اوردرد في السنتر دي تتراجونال بعد ما كان ديس اوردرد. اوكي مش كل الديس اوردرد بيتحول الى اوردرد بيبقى عندنا ميكتشر ما بين الاوردرد وما بين الديس اوردرد. ماشي الكلام. طيب لو احنا في القبه الاولانيه تحت درجه حراره 396 ديجري سيلسيوس اللي هي بتمثل الكومبوزيشنز اوف جولد من 39 ل 64% جولد بيتكون عندي اوردرد فيس سنترد كيوبيك الشكل ما بيتغيرش جاست بس بيحصل اوردرنج وطالما حصل اوردرنج بنقول على ده سوبر لاتس. اوكي والسوبر لاتس دوت بيتكون مع وجود برضو ايه حواليه شويه ديس اوردرد فيس سنترد كيوبيك. ماشي
الاوردرنج بينتج عنه سلايت انكريز في السترينث، لكن الاوردرنج واللي تشينج في الاستراكشر في الشيب من كيوبيك لتتراجونال بينتج عنه سيجنيفيكانت انكريز في السترينث. فاحنا عندنا بوث سوبر لاتس اي يو سي يو والاي يو سي يو 3 اوفر هاي سترينث اند هاردنس بات لو داكتيليتي كومبيرد لمين للديس اوردرد. اوكي ليه جيف ريزون؟ عشان هما الاثنين اوردرد او سترونجر فيزز، وهما الاثنين بيتكون الاوردرد ستراكشر متحوط بالديس اوردرد، يعني بيتكون ايه، بيبقى عندي ميكتشر من اوردرد وديس اوردرد، فالميكتشر دوت بيضايق الديسلوكيشن موفمنت ويزود السترينث والهاردنس. بس زي ما قلنا ان زياده السترينث في الاي يو سي يو 3 بتبقى سلايت، زياده السترينث في الاي سي يو في الاي يو سي يو بتبقى سيجنيفيكانت، لان انا مع الاوردرنج بقى عندي ديفرنت شيب اللي هو التتراجونال محاط بالايه بالكيوبيك، فبالتالي ده بيعمل سيفير ديستورشن للسبيس لاتس او للكريستال. سبيس لاتس يعني شكل فراغي. اوكي فاحنا الشكل الفراغي بتاعنا بتاع الكريستال بعد ما كان في السنتر دي كيوبيك بقى حتت فيها في السنتر دي كيوبيك وحتت فيها في السنتر تتراجونال، فدوت بيضايق ديستوكيشن موفمنت جامد جدا، وبالتالي بيزود اليلد سترينث والهاردنس، بيقلل الداكتيليتي والايه والكوروجن ريزيستنس. وبالتالي كده هوت بنقول ايه هي الهيت تريتمنتس بتاعت الجولد كابر. عندنا تو هيت تريتمنتس، عندنا سوفتنينج هيت تريتمنت وعندنا هاردنينج هيت تريتمنت. ادي الهيت تريتمنتس. الهيت تريتمنتس احنا اتفقنا قبل كده ان الهيت تريتمنتس ممكن نقول عليها ايه، انها ات از ا تايب اوف سوليد ستيت رياكشن. في رياكشنز دايما بتتم والمواد بتاعتنا صلبه ما بتتحولش لليكويد. اوكي فالهيت تريتمنتس ديت ات از ا سوليد ستيت رياكشن، بيحصل اتوميك ديفيوجن وايل ذا ميتال از سوليد نوت مولتن، ما بنعملش ميلتنج خالص. وعندنا نوعين هنا في الجولد كابر هيت تريتمنت، السوفتنينج هيت تريتمنت، ودي بتبقى ان احنا نعلي السبيكه بتاعتنا التمبريتشر بتاعتها نعليها ل 700 تبقى فوق القبه، لو احنا بنتكلم في الاريا الثانيه مثلا. اوكي نعلي ل 700 ونفضل مستنيين 10 مينتس عشان الاتومز يحصل لها ديفيوجن وتكتسب الشكل اللي هو ايه disordered phase centered cubic. بعد كده نبرد بالراحه ولا نبرد بسرعه؟ اوعى تبرد بالراحه، تبرد بسرعه تعمل كوينشنج. كوينشنج يعني ايه؟ رابيد كولينج ان ووتر. فكده يبقى انت عملت سوفتنينج وحافظت على الديسوردرد فيس سنترد كيوبيك ات روم تمبريتشر. اوكي بيمتاز بايه الديسوردرد فيس سنترد كيوبيك دوت؟ لو سترينث لو هاردنس هاي داكتيليتي هاي كوروجن ريزيستنس. طيب الهاردنينج هيت تريتمنت او بيسموها اسم تاني بيقولوا عليها الايج هاردنينج، ان هم بيخلوا السبيكه معمره او قويه يعني قوي، بتتم ازاي؟ ان احنا المفروض الاول نكون عملنا سوفتنينج هيت تريتمنت، بعدها بقى نيجي نعمل الهاردنينج. اوكي نعمل الهاردنينج ازاي؟ ان احنا نسخن لفوق الاريا بتاعتنا لفوق 424 وبعد كده يعني 450 ونعمل سلو كولينج، تفضل كده تبرد لغايه درجه حراره 200 في وقت قد ايه؟ في 30 دقيقه تقريبا، من 15 ل 30 بناء بقى انت عايز الدرجه بتاعت الاسترينسنج تبقى قد ايه؟ نص نص يبقى 15 درجه، عايزها ماكسيمم تبقى 30 دقيقه، نص نص تبقى 15 دقيقه زي ما انت عايز. اوكي فكده ايه بعد كده اعمل كوينشن ووتر خلاص، ما انت اديت للاتومز الوقت اللي هي كانت عايزاه عشان تترتب، الديس اوردر تتحول لاوردرد والكيوبيك تتحول لتتراجونال، فخلاص بعد تحت 200 درجه مش هتفرق بقى. اوكي تقدر تعمل كوينشن ووتر خلاص مش فارقه، انت كده عملت سلو كولينج بانك انت اديت من 15 ل 30 دقيقه بين 450 till you reach 200 degrees Celsius. اوكي ايه اللي حصل بقى؟ عندك سوبر لاتس اوردرد في السنتر تتراجونال، عندك هاي سترينث وهاردنس، عندك لو داكتيليتي، ومش هنقول بقى لو كوروجن ريزيستنس ملهاش لازمه لان كده كده الكوروجن ريزيستنس عاليه بسبب وجود ايه كميه كبيره من الجولد. اوكي طيب ويوجوالي انا قبل ما بعمل هاردنينج هيت تريتمنت يستحسن اعمل سوفتنينج هيت تريتمنت، كان كده ايه ورقه بيضه وهترسم فيها، فهي لو فيها اي شخبطه بتشيلها، فانت لو في اي نوع من انواع الهاردنينج بتشيله بتعمل سوفتنينج الاول، بعد كده عشان تقدر تتحكم وتبقى شور من البروبرتيز بتاعت السبيكه بتاعتك تقدر تتحكم في درجه الهاردنينج اللي انت عايزها. Give reason في الدنتستري السوبر لاتس اي يو سي يو اوكي از مور بريفيرابل ذان السوبر لاتس اي يو سي يو 3،
اتفقنا عشان سببين، السوبر لاتس الاي يو سي يو بيبقى لها ديفرنت دايمنشن، لما بتتحول لما بتبقى يكون لنا اوردر في السنتر تتراجونال بيبقى عنده ديفرنت دايمنشن من الايه، من الديس اوردر في السنتر كيوبيك، فدوت بيعمل لنا جريتر اوبستراكشن للديسلوكيشن موفمنت، وبالتالي يعلي السترينث والهاردنس، يقلل الدكتيليتي بشكل كبير جدا. دي اول ايه، ده اول سبب، فاحنا بيحصل عندنا سيجنيفيكانت انكريز في السترينث مع الهاردنج هيت تريتمنت. تاني حاجه السوبر لاتس اي يو سي يو فيها ليس كوبر اند مور جولد، وبالتالي از مور ريزيستنت تو تارنش اند كوروجن ان ذا اورال كافيتي. اليوتكتيك الويز دوت كاتيجوري من الالويز اللي بتتميز ان ما بيبقى عندها في الليكويد ستيت الميتالز بتوعها ما بيدوبوش في بعض، وهم في الليكويد ستيت كانوا دايبين، لكن لما حصل لهم سوليديفيكيشن المعادن بتحاول تفك من بعض، بس طبعا مش بتفك من بعض خالص. فاحنا لو بصينا جوه الالوي، لما بنبص جوه الالوي بنلاقي كريستلز، الكريستلز ديت فيها الاتومز بتاعت ميتال A وميتال B، بس مش منسجمين مع بعض، مش متوزعين كده ومنتشرين جوه الكريستالية، لا دول عاملين طبقات، عاملين layers. تلاقي layer من metal A layer من metal B layer من metal A layer من metal B، وبالتالي الستركشر بتاع الكريستال بيبقى heterogeneous، وبالتالي هو structure بيضايق dislocation movement. فبتلاقي الالويز اللي بنقول عليها الايوتكتيك الويز، او اللي هي بتتميز بعدم الذوبان او ذوبان جزئي ما بين المعادن، ما بين الميتلز اللي بتكون الالوي، بتتميز الالويز ديت ان عندها هاي ييلد سترينث وهاردنس، لو داكتيليتي ولو كوروجن ريزيستنس، نتيجه انها هيتروجينس ستراكشر بيضايق ديسلوكيشن موفمنت. وبنبص نلاقي ان في كومبوزيشن معين، يعني بيحصل انترسكشن ما بين الليكودس والسوليدس اللي هي عند النقطه بي، زي ما انتم شايفين في الفيس دايجرام اللي قدامكم، هو مختلف شويه عن الفيس دايجرام بتاعه الالويز اللي هي السوليد سوليوشن، ودايما بيحصل انترسكشن ما بين السوليدس والليكودس. فعند النقطه بي الالوي كل الكريستالات فيها، كل الكريستالات بتبقى ايوتكتيك، يعني كلها لايرز. اي كومبوزيشن تاني الاكزامبل دوت فيس دايجرام لالوي معموله من الليد والتن، اي كومبوزيشن تاني من الليد والتن بتلاقي كريستالات ايوتكتيك مع ليد او كريستالات ايوتكتيك مع تن، يعني السبيكه بيبقى فيها نوع تو تايبس اوف كريستلز. لكن عند كومبوزيشن واحد اللي هو بيحصل فيه انترسكشن ما بين الليكودس والسوليدس بنبص نلاقي كل الكريستالات ايوتكتيك. فعموما احنا بنستخدم دايما الكومبوزيشن الواحد دوت في طب الاسنان، اللي هو تبقى كل الكريستالات فيه ايوتكتيك وكلها مكونه من لايرز من معدن A ومعدن B. طب انتم ملاحظين ان السوليدس والليكودس لمسوا بعض في نقطه اللي هي B، كون الليكودس والسوليدس يلمسوا بعض ده معناه ايه؟ معناه ان انا ما بقاش عندي ميلتنج رينج، ان انا بقى عندي ميلتنج بوينت. ففاكرين كنا بنقول البيور ميتالز عندها ميلتنج بوينت، الالويز عندها ميلتنج رينج ويز اكسبشن، قلت لكم الاكسبشن ده هنقوله بعدين، هو ده الاكسبشن. كل الالويز عندها ميلتنج رينج ما عدا الايوتكتيك الويز بيبقى عندها ميلتنج بوينت. والايوتكتيك الويز اللي بتهمنا هي اللي ايه، اللي عند الانترسكشن بتاع السوليدس والليكودس، اللي بتبقى كل الكريستالات فيها ايوتكتيك، ما فيش كريستالات تانية مع الايوتكتيك. اوكي، احنا ممكن لو هتلاقي دوت عند كومبوزيشن، لو احنا بنتكلم على الليد والتن عند كومبوزيشن 62% 10 اوكي والباقي ليد، فعند الكومبوزيشن ده بيقولوا عليه الايوتكتيك كومبوزيشن، بتبقى كل الكريستالات ايوتكتيك، وهو دوت الكومبوزيشن اللي احنا بنستخدمه في طب الاسنان. اي كومبوزيشن تاني هيبقى برضو عندك كريستالات ايوتكتيك، بس ممكن يبقى معاها كريستالات تانية، سواء بقى ميتال A او ميتال B، يعني سواء ليد او تن، هيبقى كريستالات بيور ميتال مع كريستالات ايوتكتيك جوه نفس الالوي، جوه نفس السبيكه بتاعتك. دي مش النقطه اللي تهمنا، النقطه اللي تهمنا ان احنا الايوتكتيك دولت هما بيمثلوا الانكمبليت سولوبيليتي او البارشال سولوبيليتي، وانها بتبقى كريستالات مكونه من لايرز، فهي هيتروجينس بتضايق الديسلوكيشن موفمنت. وبالتالي لو احنا بصينا للبروبرتيز اوف ايوتكتيك الويز، بيبقى عندهم هاي سترينث وهاردنس، لو داكتيليتي، يعني ايه لو داكتيليتي؟ يعني بريتل. اوكي، لو تارنش وكوروجن ريزيستنس، اوكي يعني بور كوروجن ريزيستنس، او بيحصل لهم كوروجن بسهوله، ماشي، مقاومة الكوروجن ضعيفة، يعني بيحصل لهم كوروجن بسهولة. طيب
الاوتكتيك الويز بنقول انها ليها ميلتنج بوينت، ودايما بتبقى ذا لوست ميلتنج بوينت. يعني لو خدت اي الوي تكون مش ايوتكتيك او ايوتكتيك مع حاجه تانية، اوكي زي ايوتكتيك مع ليد او ايوتكتيك مع تين، هتبص تلاقي الميلتنج بوينت بتاعتها الليكودس بتاعها بيطلع لفوق، فعشان تخليها تبقى ليكويد هتلاقي التمبريشر بتاعتها اعلى شويه. لكن الالوي اللي بتبقى كل الكريستالات بتاعتها كلها ايوتكتيك، اوكي ما فيهاش اي بيور ميتال، كل الكريستالز ايوتكتيك بتاعت السبيكه دي بتبقى ليها ايه ميلتنج بوينت، اند ات از ذا لوست ميلتنج بوينت، وما فيش ميلتنج رينج. اوكي فاحنا لو احنا عايزين نعمل سبيكه من التن والليد ويبقى ليها ذا لوست ميلتنج بوينت، ناخد 62% تن والباقي ليد. كده نبقى ضامنين ان احنا عندنا ميلتنج بوينت، وانها اقل ميلتنج بوينت ممكن نحصل عليها من الليد والتن مع بعض. اوكي دي الايه الايوتكتيك الويز. ونيجي دلوقتي للمقارنه ما بين السوليد سوليوشن والايوتكتيك الويز. فهنبص نتكلم على السوليبيليتي في السوليد ستيت طبعا، لان اي في الليكويد ستيت كل الميتالز دايبين في بعض، الاختلاف بيبقى فين؟ في السوليد ستيت. فهنتكلم على السوليبيليتي في السوليد ستيت. بالنسبه للسوليد سوليوشن بيبقى عندي كومبليت سوليبيليتي، بالنسبه للايوتكتيك بيبقى عندي بارشال سوليبيليتي، وممكن نقول انكومبليت سوليبيليتي كمان. طيب بالنسبه للفيزز يعني ايه؟ يعني السوليد سوليوشن ده بيبقى وان فيز مفيش فيه طبقات، هو كده هوموجينس ستراكشر. الايوتكتيك الويز بتبقى مكونه من تو فيزز، الكريستالات بتاعتها مكونه من طبقات، فبنقول عليها هيتروجينس ايه ستراكشر. اوكي نيجي للميلتنج بروبرتيز. السوليد سوليوشن عنده ميلتنج رينج، الايوتكتيك الويز عندها ميلتنج بوينت. نيجي للبروبرتيز، السوليد سوليوشن البروبرتيز بتاعته زي البيور ميتالز المكونه ليه بس اقوى شويه، عشان احنا خلطنا معدنين مع بعض، اي معدنين بيتخلطوا مع بعض بيبقوا اقوى من الايه من البيرنت او البيور ميتالز. لكن احنا بقى الايوتكتيك الويز هي اقوى واقوى من السوليد سوليوشن، هي سترونج وهارد وايه وبريتل. ماشي طيب نيجي للريزيستنس للطرنش وكوروجن. بتاعت السوليد سوليوشن هاي، بتاعت الايوتكتيك فيري لو كوروجن ريزيستنس، نتيجه ان الاستراكشر بتاعنا هيتروجينس استراكشر. اوكي نيجي للاستخدامات في طب الاسنان، معظم الميتاليك دنتال ريستوريشنز في طب الاسنان بيبقوا معمولين من سوليد سوليوشن زي البيز ميتال الويز والجولد الويز، اما الايوتكتيك فدولت بيبقوا ايه استخدامهم جاست في اللحامات او موجودين في الادميكسد امالجم. اوكي جاست عشان نعمل سولدرنج، لان احنا لما بنيجي نعمل سولدرنج بنلحم حتتين ميتال في بعض، بنستخدم الايه بنستخدم محتاجين نستخدم الوي اللي يكون ليها ميلتنج بوينت اند لو ميلتنج بوينت، فيوجوالي بنستخدم الايوتكتيك. فالايوتكتيك استخداماتهم في اللحامات، وهنسمع عن استخدام تاني لما ندرس الامالجم في نوع معين من الامالجم اسمه الادميكس امالجم. نيجي بعد كده للانتر ميتاليك كومباوند اللي هو النوع الثالث، اوكي من الـ من الـ من الـ من الالويز، وقلنا ان دوت بيحصل لما التو ميتالز يبقى في بينهم وبين بعضيهم كيميكال افينيتي، يعني بيعملوا ميتاليك بوند وبيعملوا نوع تاني من البوندز زي الايونيك بوند، ودي حاله اكسبشنال. اوكي وبالتالي تعتبر حاله من حالات الذوبان المختلفه. ماشي البروبرتيز بتاعه الالويز اللي هي بنقول عليها انتر ميتاليك كومباوند، زي ار يوجوالي فيري هارد اند بريتل، والبروبرتيز بتاعتهم كومنلي ديفر فروم ذوز ميكينج اوف ميتالز ميكينج اب ذا الوي، يعني هم بيبقوا اقوى من البيور ميتالز اللي بتعمل الالوي. لو احنا بناخد اكزامبل الايرن مع الكربون، السبيكه اللي معموله اللي هي الستيل بتبقى اقوى من الايرن واقوى من الكربون. اوكي مختلفه عن ايه عن كل بيور ميتال لوحده. طيب نيجي نشوف ايه هي في الشابتر السوليد ستيت رياكشنز اللي احنا خدناها، هتلاقي اللي هي الهيت تريتمنتس يعني اللي احنا خدناها. خدنا الانيلينج هيت تريتمنتس للكولد ورك ستراكشر، سمعنا عرفنا الريكريستلايزيشن والجرين جروس، بس دولت مش بيهمونا، احنا بيهمنا الانيلينج هيت تريتمنت. عرفنا الهوموجينايزيشن بتاعت الكورد ستراكشر، مش معنى ان هم مش بيهمونا ان احنا مش بنذاكرهم، لا هم بيهمونا، بس هي الفكره ان احنا ايه اهميتهم اقل من الانيلينج. الانيلينج هو اكثر اهميه لطب الاسنان. الهوموجينايزيشن بتاع الكورد ستراكشر في السيلفر باليديوم، الهيت تريتمنت بتاعت الجولد الويز سواء هاردنج هيت تريتمنت او سوفتنج هيت تريتمنت. اوكي وعرفنا ان اي ستريس ستراكشر، اي ستراكشر اتعمل له كولد وركينج او اي هيتروجينس ستراكشر زي الكورد ستراكشر زي الايوتكتيك الويز
الاستراكشرز دي كلها بيبقى عندها ايه؟ هاي سترينث وهاردنس، لو داكتيليتي ولو كوروجن ريزيستنس. اوكي، البروبرتيز ممكن تتغير بالهيت تريتمنتس، ممكن بالهيت تريتمنت نقدر نغير، نعمل هيت تريتمنت لاي لبعض الالويز، فنغير السترينث ونغير الهاردنس ونغير الداكتيليتي ونغير الكوروجن ريزيستنس. لكن مين اللي عمره ما بيتغير بالهيت تريتمنت او بتغير المايكرو ستراكشر؟ الالاستيك مودولس از نوت افكتد باي هيت تريتمنت او باي تشينجز ان ذا مايكرو ستراكشر. ليه؟ جيف ريزون، لان هو بيعتمد على الانتر اتوميك بوندز اللي بتعتمد على الكيميكال كومبوزيشن. يعني الانتر اتوميك بوندز بتعتمد على الاتومز اللي موجوده عندي، الكيميكال كومبوزيشن، والانتر اتوميك بوندز ديت هي ديت اللي بتاثر على ايه؟ على الالاستيك مودولس. اوكي، طيب نيجي لو انا جبت لك ميتال او الالوي وبقول لك ازاي تغير الميكانيكال بروبرتيز بتاعه الالوي، هتقول لي ايه؟ ممكن اعمل لها كولد وركينج، ادقها اشدها فاعمل لها سترين هاردنينج او كولد وركينج. وقلنا ان الكولد وركينج دايما بيبقى بيحصل معاه انكريز في السترينس والهاردنس، ديكريز في الداكتيليتي والايه والكوروجن ريزيستنس. دي حاجه. ممكن اعمل سوليوشن هاردنينج. يعني ايه سوليوشن هاردنينج؟ ان انا جبت ميتال زي الجولد والكوبر واعملهم الوي، فالالوي هتبقى سوليد سوليوشن، فكده عملت سوليوشن هاردنينج تضايق الديسلوكيشن موفمنت شويه وتزود السترينس والهاردنس ويبقوا اقوى من البيور ميتال. ممكن اعمل اوردر هاردنينج زي ايه؟ زي في الجولد كوبر، من استراكشر ديس اوردر ده حوله الاوردرد، ودوت بيبقى مصاحب ليه انكريز في السترينس. ممكن يبقى سلايت انكريز في السترينس زي في حاله الاي يو سي يو 3، ممكن يبقى هاي انكريز في السترينس زي في حاله الايه الاي يو سي يو. طيب وفي حاجه اسمها البرسيبيتيشن هاردنينج. يعني ايه البرسيبيتيشن هاردنينج؟ ان انا جوه السبيكه بتاعتي اخلي فيز جديد يترسب جواها. زي مين؟ برضو زي الجولد كوبر. في حاله الاي يو سي يو كنت بخلي يترسب عندي الاوردرد في السنتر تتراجونال يتكون وهو متحوط بالديس اوردرد في السنتر كيوبيك. اوكي، فيبقى دوت اترسب جوه دوت فيديني مقاومه ديستورشن للسبيس لاتس ومقاومه عاليه للديسلوكيشن موفمنت، فيزود لي السترينث والهاردنس ويقلل الايه الداكتيليتي. اوكي، فديت من طرق تغيير الميكانيكال بروبرتيز بتاعه الالويز. ممكن نضيف، لو احنا بنضيف عليها انا ممكن اغير الميكانيكال بروبرتيز بتاعه الالويز وانا بعمل لها كولينج. لو انا عملت رابيد كولينج اوكي ممكن العب في الجرين سايز، ولو لعبت في الجرين سايز صغرتها وكترت عدد الكريستلز برضو بن ايه بنضيق الديسلوكيشن موفمنت وبنزود اليلد سترينس والهاردنس ونقلل الداكتيليتي والايه والكوروجن ريزيستنس. اوكي، ممكن اعمل هيتروجينس نيوكليشن بدل هوموجينس نيوكليشن. اوكي، اعمل مع الهوموجينس ازود ان انا اعمل هيتروجينس نيوكليشن، فبرضو ازود عدد الكريستالات وبالتالي ازود عدد الجرين باوندريز وضيق الديسلوكيشن موفمنت، ازود اليلد سترينث والهاردنس واقلل الداكتيليتي والكوروجن ايه ريزيستنس. نذاكر الشابتر كويس ونجمع الديتيلز، نذاكر كويس جدا، نجمع اي هيت تريتمنت عدت علينا، اي حاجه ممكن تغير في البروبرتيز بتاعه الميتلز، نبقى فاهمين الفرق ما بين البيور ميتلز والالويز. الالويز عندها ميلتنج رينج ما عدا نوع واحد من الالويز او نوع معين من الالويز اللي بنقول عليهم اليوتكتيك الويز بيبقى عندهم ميلتنج بوينت. نركز في كل التفاصيل ونذاكر، وبالتوفيق ان شاء الله، اشوفكم على خير. ثانك يو.